فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. عسلامة ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج فوكس. موضوعنا اليوم باش يكون أهمية الكالسيوم للعظام والبدن بصفة عامة. الكالسيوم هو واحد من المغذيات الرئيسية، وهو مهم لإرسال الإشارات خلال الجهاز العصبي، وهو المسؤول على تنظيم إيقاع القلب. وبالطبيعة كلنا نعرفوا أن الكالسيوم مهم لبناء العظام والسنين الصحية والحفاظ عليها قوية مع تقدم العمر. يتم تجديد خلايا عظام الإنسان كل 10 سنين تقريبا، وهذا يعني أنه بدنك يحتاج لمستويات جيدة من الكالسيوم سواء خلال مرحلة الطفولة ولا عند البالغين. وتنبع أهمية الكالسيوم للعظام من خلال كثافتها، واللي تكون في أوجها ما بين 25 و 35 سنة. إذا كان ما تحصلتوش على كمية كافية من الكالسيوم من النظام الغذائي، باش يقوم البدن بسحب الكالسيوم من العظام لضمان وظيفة الخلايا الطبيعية، اللي نجم يتسبب في ضعف ولا هشاشة العظام. زاد ينجم الكالسيوم يتسبب في المشاكل المزاجية كما الانفعال والقلق والاكتئاب والأرق. للأسف الجهاز الهضمي ما يعملش على امتصاص الكالسيوم بشكل كبير، حيث أنه يمتص من 15 إلى 20% فقط من الكالسيوم الموجود في الماكلة، وهنا يجي دور الفيتامين دي اللي يساعد في تعزيز العملية هذه. أهمية الكالسيوم للبدن. الكالسيوم مهم جدا للعظام، زاد عنده دور كبير للبدن كما تنظيم عملية تقلص العضلات في البدن والمشاركة في عملية تخثر الدم، خفض خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع بما فيه خلال فترة الحمل، وتحسين مستويات الكوليسترول في البدن والتقليل من أعراض فترة ما قبل الحيض. ونظرا لأهمية الكالسيوم للعظام والبدن، فالمهم أنه تقوموا بتناول الحصة اليومية الموصى بها من طرف المعاهد الوطنية للصحة. فمثلا من عمر 0 ل 6 أشهر منصوح بتناول 200 ميلي جرام لكلا الجنسين، ومن عمر 6 ل 12 شهر المنصوح به هو 260 ميلي جرام. أما من 19 إلى 50 سنة فالكمية ما يلزمش تقل على 1000 ميلي جرام لكلا الجنسين. وهذه كانت حلقتنا لليوم من فوكس. نتقابل إن شاء الله غدوة في معلومة وفي حلقة جديدة. وكانت معكم أروى غيث في الإعداد والتقديم، ومحمد قدح في الإخراج. فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.